فريق جامعة المنصورة فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة هال برايز العالمية، وده بعد ما تمت منافسات قوية مع 24 فريق من مختلف الجامعات المصرية عشان يتأهل للمنافسة عالميا في لندن. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون دكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة. يا دكتور طارق صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك طبعا الفوز في هذه المسابقة، لكن أكيد المنافسات كانت صعبة، احنا بنتكلم في 24 فريق فأكيد المنافسات كانت صعبة، لو حضرتك تفهمنا أكتر عن فكرة المسابقة. الحقيقة طبعا ببارك طبعا لفريق جامعة المنصورة، هي مسابقة تبع هالت برايز، هي مسابقة عالمية بتستهدف مشاريع اجتماعية واستثمارية للطلاب الجامعيين وبتحقق أهداف التنمية المستدامة. الحقيقه هالت برايز كل سنه بتختار هدف من اهداف التنميه المستدامه وبتحاول ان هي تخلي فيه نوع من انواع الابتكار والابداع للطلاب يقدموا فيه. بمناسبه مرور 15 سنه على هالت برايز السنه دي، قالوا ان كل اهداف التنميه المستدامه متاحه، ممكن الطلاب يقدموا افكار ابتكاريه ومشاريع استثماريه في تلك الجائزه. عظيم. كان في مواصفات معينة خلت فريق المنصورة يقدر ان هو يكسب ويوصل لمرحلة المركز الأول؟ هو الحقيقة أحد أهداف وشروط المسابقة ان يكون الأبليكيشن أو الآب اللي هم بيقدموه أو الفكرة اللي بيقدموها قابلة للتطبيق، وبيبقى في فريق طبعا بيقيم المشروعات المقدمة من قبل الطلاب على مستوى الجمهورية ككل. فكانت فكره جيده جدا من طلاب جامعه المنصوره ان هم يعملوا ابلكيشن لعدم الناطقين بحيث يقدر ان يتواصل مع اخصائي الكتروني لتعليمه النطق، فكانت فكره هايله جدا والحمد لله اخذنا المركز الاول على مستوى الجمهوريه. لا عايزين برضو من حضرتك تفهمنا اكتر عن الابلكيشن ده. والله هو الابلكيشن هو عباره عن اب فيه 12,000 كلمه معينه بيكون الهدف منه ان الافراد الموجودين اللي هم اللي عندهم مشاكل في النطق بيتم التعامل معاهم عن بعد، بدون اخصائي تخصص. مصمم بتقنيه الموشن جرافيك، وبيكون في تمارين افتراضيه، مجموعه لايف لدعم وتوعيه المستخدمين، في حجز جلسات استشاريه مع اخصائيين خبراء داخل التطبيق. فكانت فكره هايله جدا. لا عندهم مشاكل في النطق فبالتالي ممكن يكتب الكلمه من خلال الابلكيشن ويسمعها بالعاميه. بالظبط. طيب الفريق من سنه كام؟ ده مشروع تخرج ولا ده بيبقى نوع من انواع خدمه المجتمع فممكن يبقى موجود من مختلف السنين الدراسيه، من مش عارفه بقى هل بتطبقوا الكريدت اورز فممكن يبقى حد عنده عدد كورسز خلصوا او لا، يعني قول لي الفريق ازاي بيتكون؟ احد شروط المسابقه طبعا ان يكون من طلاب الجامعه، واحنا دايما في الجامعه بندعم المسابقات وبندعم كل الكليات بحيث تقدم فيها. الفريق طبعا هو خليط من طلاب جامعه المنصوره، عندنا طالب اللي هو طبعا حمزه من كليه هندسه، عبد الرحمن من كليه الطب، احمد من كليه الحاسبات، من كليات مختلفه، يعني الطلاب متجمعين من كليات مختلفه. طب هم يعرفوا بعض ازاي؟ احنا بيتم الاعلان عن المسابقه وبيتم عمل فريق تحت اشراف طبعا احد اعضاء التدريس هو الاستاذ الدكتور احمد فكري، وبيكون فريق هالت برايز في الجامعه موجود بيقسم الفرق والافكار مع بعض، بيبداوا يشتغلوا يطلعوا فكره معينه يعرضوها على لجنه التحكيم وهي اللي تختار الفكره الاكثر ملائمه يعني. طيب انتوا في الجامعه ازاي بتدعموهم؟ جامعة المنصورة معروفة على مدار تاريخها ان هي بتدعم او بيئة حاضنة دايما او بيئة تعليمية داعمة دايما لتهيئة الطلاب. احنا عندنا دايما بيتم خلال تشجيع الطلاب للمشاركة في انشطة علمية، بالمهارات التواصل بيننا وبينهم موجودة على طول، بنغرس فيهم روح التنافس والعمل الجماعي. اعضاء هيئة التدريس اللي موجودة عندنا على طول موجودة بين الطلاب، وسيد مثال على ده الدعم الغير المحدود للطلاب اللي موجودين عندنا في المسابقه عشان ينافسوا على مستوى العالم في لندن ان شاء الله. مبروك يا فندم مره ثانيه وكل التوفيق لجامعه المنصوره. شكرا جزيلا دكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعه المنصوره.